بين الغابات والمرتفعات الشاهقة انطلقت فعالية سباق سبارتن الرياضية ضمن فعاليات موسم السودة. يجذب السباق هواة هذا النوع من الرياضة ومحبي التحديات والمنافسة. يستمر السباق لمدة 3 أيام. تركز فعالية اليوم الأول والثاني على تعريف الجمهور بالجو العام، في حين يبدأ السباق الرسمي في اليوم الثالث. ويتكون سباق سبارتن سبرنت من 3 فئات: بطولة النخبة وبطولة الفئات العمرية والسباق المفتوح. كما يوفر تجربة فريدة من نوعها للأطفال من خلال سباق سبارتن كيدز، والأكيد مصممة وفق أعلى معايير الأمن والسلامة. والله نسبة استعدادي خلينا نقول 70%. الجو جدا صعب هنا، الارتفاع راح يكون تحدي فعلا كبير. الارتفاع على 3000 متر عن سطح البحر راح يكون تحدي كبير بالنسبة لي أنه أنا أجري في, في, في ظل هذه الظروف يعني. فإن شاء الله نأدي أداء قوي ونحقق مراكز كويسة إن شاء الله. فريق لنا أكثر من شهرين جاهزين له، وأنا سبق شاركت في سباق سبارتن اللي هو فئة السوبر في البحرين 2017، وبكل أمانة أول ما شفت الإعلان للسباق هذا على طول تواصلت مع أخواني، تواصلت مع برضو أقاربي الشباب الصغار كلهم على أساس أن نسجل. عدد فريقنا 16 شخص في الفريق، وكلهم مجهزين ومتحمسين والاستعدادات فوق الخارقة، مجهزين ومستعدين وإن شاء الله أنه نحقق أرقام مو بس نشارك. ويتضمن السباق مجموعة من الأنشطة الرياضية المختلفة، من ضمنها الركض والتسلق والاندفاع والزحف، إضافة إلى عبور التلال والوحل والأسلاك الشائكة، والعديد من التحديات المثيرة والممتعة في نفس الوقت. كما تحتضن المنطقة عدد من المطاعم اللي تناسب ذوق الجميع وتتمتع الأجواء بالموسيقى والترفيه. صراحة حدث عالم اللي جالس نشوفه، أمس جيت أول مرة هنا ما توقعت أن التجهيزات بالشكل هذا. الجميل في الموضوع هذا كله أن المنطقة تساعد على الشيء هذا. أتمنى أنه الفعاليات هذه تستمر سنة سنتين ثلاثة إلى ما لا نهاية يعني. صراحة طبعا هذه أول مشاركة لي في سباك سبارتن، صراحة تجربة حلوة إن شاء الله تكون، والمكان ما هي صراحة جدا رائع. نسبة استعدادي أنا من أسبوعين مستعد للسباك، ومكان مرة حلو، أول تجربة لي بالنسبة، مرة حلو المكان. سباق جدا جدا جميل، عقبات على مدة 5 كيلو. بالنسبة لي أنا أداء في مجال الركض، العقبات هذه كانت تحدي كبير بالنسبة لي أنا خصيصا في القوة اللي هي في السواعد وغيرها من القوة يعني، حتى الرجلين. المشكلة، أكبر مشكلة واجهتها لما الواحد يفشل في العقبات، العقوبة حقته يسوي تمرين اسمه بيربي، اللي هو عبارة عن ينزل الواحد إلى صدره رجلينه ممدودة على ورا وينط ويجينا فوق راسه على كل عقبة اللي هي شيء وعشرين عقبة، إذا غلطت مرة واحدة 30 بربي. هذه تذبح الواحد، تذبح اللياقة اللي بناها، ويجي يلقى نفسه دخل فترة تعب وهو كان ما شاء الله نشيط. فاشتغلوا إذا تشاركوا في هذا السباق، اشتغلوا على القوة اللي الجسد من السواعد وغيرها من القوة في الجسد الأعلى. يهدف سباق سبارتن العالمي إلى إعداد جيل رياضي ويتمتع بالقوة البدنية والروح المعنوية العالية والثقة بالنفس. حدث استثنائي يتيح التحدي وعورة المكان وقوة الطبيعة.